الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف إلى حد ما ما تسمى نظرية السببية التراكمية، أو المسبب التراكمي كما سماها العالم غونر مايردل، اللي هي Theory of Cumulative Causation، وهي من النظريات المهمة في علم التنمية الاقتصادية. وعلى بركة الله نبدأ. تعود هذه النظرية إلى عالم الاقتصاد السويدي غونر مايردل، الذي عاش في الفترة 1898 ل 1987. هذا الآن صورة غونر مايردل، وإن كان أساسها يعود إلى التحليلات الاقتصادية لعالم الاقتصاد الأمريكي ألين يونغ في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين. استخدم مايردل مصطلح المسبب التراكمي أو السببية التراكمية، اللي هي cumulative causation، في بحثه An American Dilemma في العام 1944، ليبين ما يمكن وصفه بالحلقة الخبيثة، vicious circle، الحلقة الخبيثة للحتمية الاجتماعية، أو ما يسمى بالsocial determinism، التي كانت سائدة في المجتمع الأمريكي. ما المقصود بذلك الآن؟ تتمثل الحلقة الخبيثة والحتمية المجتمعية فيما يسمى التفوق العرقي للبيض والتمييز للعنصر ضد أصحاب البشرة السوداء. وهذه القوى والمؤسسات الاجتماعية الرديئة تعاضد وتدعم بعضها بعض. المقصود هنا التمييز العنصري، يعني دائما وأبدا التمييز مع البيض لأنفسهم، وبالتالي يغنوا أنفسهم، يدعموا بعضهم بعضا، وبالتالي تؤدي إلى إفقار السود أكثر وأكثر وأكثر. وهذا يعني كما يعني تدعم بعض بعض هنا، تؤدي إلى بقاء أصحاب البشر البيضاء أغنياء وأصحاب البشر السوداء فقراء، وبالتالي بقاء السود فقراء عند مستويات معيشية متدنية. أي أن الفقر يجلب الفقر والغنى يجلب الغنى. نتابع. اعتبر مايردل الاعتماد المتبادل، هذا مصطلح كذلك الأمر، circular interdependence، الاعتماد المتبادل الدوراني بين ماذا الآن؟ بين القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية، نسميها إحنا political and social and economic forces. هاي الفورسز، هذه القوى تخفي العناصر الأساسية للفقر والتخلف، وتحديدا العوامل الاقتصادية، ها، بأنها تقف وراء المسائل الاجتماعية. وهذا الرأي الذي سماه مايردل السببية التراكمية يتناقض مع ما جاء في أساسيات المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية، وبخاصة حول فكر المدرسة عن مبدأ التوازن إكوليبريم واستقراره. هلا دائما وأبدا كانت المدارس الفكرية الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة بتقول إنه الوضع الاقتصادي أو الوضع الاجتماعي دائما ينزع إلى التوازن. نظرت المدرسة الكلاسيكية كما ذكرت إلى التوازن بأنه ينزع باستمرار إلى الاستقرار، وأن أي تغير فيه سيؤدي حتما إلى جملة من ردود الفعل والتفاعلات المتتابعة كي تعيد التوازن إلى ما كان عليه أو إلى توازن جديد. وهذا ينطبق على القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية. خاطب مايردل مسألة فشل المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية في مسألة تفسير استمرار وتواصل واتساع الفروقات المتسارعة بين الدول الفقيرة والدول الغنية، وقد عزى ذلك إلى ما قال عنها السببية التراكمية. فالدولة والاقتصاد الذي ينموان ويتطوران قبل غيرهما من الدول اللي هي الاقتصادات، يعني تستفيد هذه الاقتصادات أو الدول اللي نمت بسرعة وقبل غيرها من الدول الاقتصادات، هذه الدول الاقتصادات تستفيد من تراكم النمو والمعرفة ورأس المال والاختراعات الجديدة كي تبقى في المقدمة، ولا تعطي لبقية الاقتصادات الفرصة كي تنجز الشيء ذاته. وكأن الغني يجب أن يبقى غنيا، وأن الفقير يجب أن يبقى فقيرا، وهو ما نلمسه، هذا رأي شخصي، وهو ما نلمسه بوضوح في الفكر الأنجلوساكسوني اللي هو يعني بريطانيا، كندا، أمريكا، أستراليا، هاي كلها المنظومة الأنجلوساكسونية دائما أبدا ترغب وتكافح وتقتل، أوكي، وتستثمر بالسلاح
ما أمكن ذلك كي تبقى في المقدمة وأن يبقى البقية متأخرين. الآن بنى مايرد نظريته على أساسين، أساسيات نظرية السببية التراكمية: أثر الاختسال بسميه باك ووش إفكت، وأثر الانتشار. وأرجو الانتباه، يعني لأنه هذه مبادئ مهمة جدا النظرية لكنها سهلة. هنا الآن نظرية السببية التراكمية تعتمد أو من تبعاتها هناك أثران: أثر الاختسال نسميه باك ووش إفكت، وأثر الانتشار اللي هي نسميه إحنا سبريد إفكت. أثر الاختسال ما المقصود به؟ يقول مايردل بأن الموارد تنتقل، الموارد إلى المدينة أو الإقليم أو الاقتصاد الأسرع نمواً من المدينة أو الإقليم أو الاقتصاد الأقل نمواً. بمعنى آخر، بأن المدينة أو الإقليم أو الدولة الأسرع نمواً تجذب الموارد إليها من الأفقر، من اللي أقل نمواً. هذا نسميه إحنا باك ووش إفكت أو أثر الاختسال، يعني الغني يأخذ من الفقير بالحالة هاي. بمقابل ذلك أثر الانتشار، نمو وتطور مدينة أو إقليم أو دولة مجاورة يؤدي إلى نمو وتطور المدن والأقاليم والدول المجاورة. يعني مثال عليها أنه عندما اكتشف النفط في منطقة الجزيرة العربية دول الخليج العربي، أدى ذلك إلى حاجتهم إلى عمالة وربما موارد من دول المنطقة، خاصة مصر، الأردن، فلسطين، بلاد الشام والعراق وما شابه. فأثر الآن النفط وغنى وتطور هذه الدول أدى إلى نمو وتطور ولو جزئي في الدول المجاورة، منها الأردن، منها سوريا، منها لبنان، منها العراق، منها مصر وهكذا. فإذا الآن نظرية السببية التراكمية تقوم على أثرين: أثر الاختسال اللي هو الموارد تنتقل من المدينة أو الإقليم أو الاقتصاد الأسرع نمواً، من المدينة أو الإقليم أو الاقتصاد الأقل نمواً. مقصود فيها بأن الفقير الأقل نمواً يعطي موارد أو تنتقل تلقائياً. يعني الآن أحد الأشخاص عنده رأس مال كبير، لنفترض أنه مليون دولار، يستطيع أن يستغلها إلى حد ما، وهو يعيش في قرية نائية. كيف الآن يمكن له أن ينمي هذه الثروة؟ لا يمكن إلا إذا ذهب إلى مدينة أقوى، أغنى، أكبر. وبالتالي هنا أثر الاختسال يقول بأن الموارد تنتقل من المنطقة الفقيرة الأقل نموا إلى المنطقة الغنية الأكثر نموا. أما أثر الانتشار فبيقول إنه عندما تنمو منطقة أو مدينة أو إقليم سيؤدي إلى نمو مدن أخرى قريبة منها إلى حد ما. وهذا يذكرنا طبعا بما يسمى بالجرافيت موديل أو نموذج الجاذبية بالتجارة الدولية. نتابع الآن. طور مايردل ومن أتى من بعده من علماء الاقتصاد والاجتماع والسياسة والإدارة تطبيقات متعددة من الحلقة الخبيثة. دعنا الآن ننظر إلى الحلقة الخبيثة من وجهة نظر اقتصادية. هذا الآن عندي هنا الحلقة الخبيثة وتبعاتها. كيف نشأت؟ عندي حالة فقر. حالة الفقر تؤدي إلى إنتاجية منخفضة، الإنتاج المنخفض يؤدي إلى دخل منخفض، الدخل المنخفض يؤدي إلى طلب منخفض، الطلب المنخفض يؤدي إلى قلة رأس مال، لأنه حتى عندما يكون الطلب منخفض وبالتالي يعني لماذا نحتاج إلى رأس مال، آلات ومعدات وما شابه. قلة رأس المال ستؤدي إلى استثمار منخفض، والاستثمار المنخفض يؤدي إلى إنتاج منخفض، والإنتاج المنخفض يؤدي إلى فقر. وهكذا تستمر الحلقة الخبيثة هاي. لاحظوا لي من الفقر إلى الإنتاجية المنخفضة إلى الدخل المنخفض إلى طلب منخفض إلى قلة رأس المال إلى استثمار منخفض إلى إنتاج منخفض ثم فقر. سميت الحلقة الخبيثة. هذا على المستوى الكلي، هذا كل على المستوى الكلي. أما على المستوى الشخصي فالفقير، الفقير الآن مهم جدا، ذكروا بأن الفقير عادة ما تكون تغذية رديئة، والتغذية الرديئة عند الشخص تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى مرض وضعف وجهل، والمرض والضعف والجهل يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى إنتاجية منخفضة، والإنتاجية المنخفضة تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى دخل منخفض، ثم نعود وبالتالي لتعزيز الفقر.
to perpetuate poverty. وبالتالي هنا الفقر كل هذه الحلقة على المستوى الشخصي لاحظوا لي. إذن الدخل المنخفض يؤدي الفقر والفقر يؤدي إلى الدخل المنخفض وهكذا. هاي الفكرة الآن قد تنطبق على الحالة السياسية الآتية. هنا صممتها لأحبتي طلبة التنمية الاقتصادية. عدم الاستقرار السياسي تبعاته ومصدره تبع ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة، حالة أو حاكمية رديئة. لاحظوا الآن عدم الاستقرار السياسي هو حالة، لكن نين مصدرها وما هي تبعاتها؟ إذن أول واحد الآن هي ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة، ثم حاكمية رديئة، ثم فساد وبحث عن ريع سريع، ثم عن أداء اقتصادي سيء، ثم عن التركيز على أولوية الأمن فقط لا غير، ولا يقين ثم لا يقين سياسي. إذن نذهب في حلقة خبيثة من العالم السياسي الآن. إذن عدم الاستقرار السياسي ما هي مصادره وما هي تبعاته؟ ضعف وهشاشة مؤسسات الدولة، حاكمية رديئة، فساد وبحث عن ريع سريع، أداء اقتصادي سيء، أولوية الأمن، لا يقين سياسي واقتصادي. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة أحبتي، وإن شاء الله تعالى في لقاء آخر ومقطع آخر في نظرية اقتصادية بإذن الله قريبا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.